بسم الله الرحمن الرحيم. أعرفكم نفسي الأول، أنا اسمي حاتم عبد الله نصر محمد طلبة. أنا خريج جامعة طنطا دفعة 2016، اللي هي مخلص امتياز 2016، يعني اللي هي على الورق 2014. بس بما إننا هنتكلم في سكة USMLE وهنتكلم في سكة المعادلة بصفة عامة، فالتاريخ الرسمي بتاعنا هو التاريخ اللي بنخلص فيه الامتياز هو 2016. أنا متخرج من طنطا دفعة 2016، وأنا حاليا موجود في أمريكا، في نيو هيفن كونيتيكت، ييل يونيفرسيتي. والحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا السنة دي بماتش أي ماتش في تخصص نيورولوجي في مكان اسمه ميديكال كولج في ويسكونسن، ولاية ويسكونسن، مدينة ميلواكي. وبناء على دعوة كريمة من إمطار طنطا، و عن طريق محمود الشافعي صديقي وحبيبي، ما قدرتش طبعا ارفض الدعوة دي، وقررنا ان احنا نعمل فيديو كده او تيتوريال صغير عن اليوز اللي بصفة عامة، وعن عن الماتش بصفة خاصة. فخلينا نتكلم عن السكة سريعا سريعا كده، وهنركز اكتر على الماتش، لان انا اللي وصل لعلمي ان في ناس تانية هتتكلم على الستيبس، وناس هتتكلم عن الريسيرش، وناس تتكلم عن الإلكتيفز. فالمفروض ان الجزء المخصص ليا اللي اتكلم فيه اكتر هيكون عن الـ عن الـ عن الماتش اكسبيرينس بصفة عامة. يعني طبعا انا كالعادة بنصور من البيت عادي خالص جدا بسبب الكوفيد 19 سيتويشن اللي احنا فيه. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يحافظ ويحمي كل الناس اللي موجودين هنا، او موجودين في مصر، او موجودين في كل حتة. وان شاء الله بإذن الله في القريب العاجل ربنا يكرمنا إن شاء الله، ونكون عدينا من الأزمة دي والأمور ترجع لطبيعتها بإذن الله رب العالمين. فدعوتكم معانا ودعوتنا معاكم، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعدينا على خير من الأزمة دي. ف يعني بدون ما نضيع وقت، عايزين نكون برسايز على قد ما نقدر، وعايزين نلم الوقت، نلم الكلام في وقت قليل جدا عشان خاطر ما نتكلمش كتير جدا ونقعد نرغي ونطول على الناس، فالناس تبدأ تتوه بصفة عامة. خلينا نبتدي على طول، وانا حاطط كده بوينتس كاتبها جنبي. مفيش برزنتيشن، يعني انا ما حسيتش ان انا اعمل باوربوينت برزنتيشن في الوقت ده هيكون كويس جدا، بص على الناحيتين، فخلينا ما نتشتتش. وكتبت كده 10 بوينتس، كيف تصل الى الماتش في 10 بوينتس، في 10 خطوات. نبتديها الاول كده رقم واحد، الستيبس. والستيبس انا حاططها على خطوتين، ستيب 1 وسي كي في خطوه، والسي اس في خطوه. ليه؟ هقول لكم بالظبط. عموما انا شخصيا كحاتم، انا اخدت ستيب 1 وسي كي بدري جدا. مش بدري جدا بالنسبه بس للناس، لكن بدري جدا بالنسبه للوقت. انا امتحنت ستيب 1 في 2014، امتحنت ستيب 1 في اكتوبر 2014 قبل امتحانات سنه 6 بتاعتي بحوالي 20 يوم او اكتر، وامتحنت السي كي في around مايو، يعني تقريبا في مايو 2016 في سنة الامتياز، بعد ما خلصت امتياز على طول. فكان ده بدري شوية، فأنا مش هكون أحسن حد أكلمكم على الستيبس، ولا أكلمكم إزاي تذاكروا، لأن الكلام ده كان من سنين كتير فاتوا. ومش أحسن حد هكلمكم على الستيبس، لأن أنا السكور بتاعتي مش عالية جدا. فهسيب الناس اللي جابت سكورز أعلى، والناس الإكسبيرينس بتاعتها أو أخدوا الستيبس مؤخرا، يتكلموا عن دي، وهيكونوا يقدروا يفيدوكوا اكتر في النقطه دي. لكن انا حاطط رقم واحد ستيب 1 وسي كي عشان اقول ان ببساطه انا سكوراتي ما كانتش عاليه، ما كانتش عاليه جدا ولا سكورات مبهره، ومع ذلك ما اتشت. مش معنى كده ان السكورات مش مهمه تماما، السكورات مهمه، يمكن من اهم الفاكتورز المهمه في طريق المعادله الامريكيه بصفه عامه هي السكورز. لكن انا عايز اقول ان السكورز مش نهايه العالم، والسكورز مش كل حاجه. انا اعرف ناس السنه دي ماتش في تخصصات زي البطنه بسكورات تحت ال 220، واعرف ناس السنه دي ماتش تخصصات بسكورات 202 و208 السنه دي، واعرف ناس السنه دي did not match بسكورات 240. فهي السكورات مهمه جدا، اللي بيجيب السكورات العاليه بيبقى فرصه اكبر، مش كل حاجه. فانا حاطط رقم واحد ستيب 1 وسي كي عشان اقول ان احنا محتاجين نركز في المذاكره على قد ما نقدر، ونجيب السكورات اللي نقدر عليها. بس
بس تحت بس دي بقى خط، لو لا قدر الله الامور ما مشيتش قوي مش نهاية العالم. تاني نحط كل اللي نقدر عليه عشان نجيب اعلى سكور ممكن، لو الدنيا ما مشيتش قوي دي مش نهاية العالم. النهارده كنت بكلم حد من اصدقائنا اللي مات في البطنة، وكنا بنتناقش في الطريق بصفة عامة، استرجعنا الذكريات، وكان بيقول ان في ناس سكوراتها كانت اعلى مننا وهم دلوقتي مش معانا في امريكا، سواء في مصر او في بلاد تانية عذرا. لكن يمكن الحاجة الوحيدة اللي انا اتفقنا عليها واللي شفتها في ناس كتير في السكة دي، ان اللي هنا اللي بيكمل بيبقى الناس اللي عندها ريزيلينس، الناس اللي عندها اصرار، الناس اللي عندها عزيمة. طريق طويل وطريق متعب ومكلف، وسيب التكلفة دي على اخر حاجة، لان الفلوس مش هي اكبر عائق. قد يبدو في البداية انها اكبر عائق، لكن هي مش من اكبر. انا حاسس ان الفلوس مش هي العائق الاكبر اصلا، وهي حتى مع تعويم سعر العملة مش هي اكبر بعبع بالنسبة لي شخصيا. وانا ما اخدتش فلوس من اهلي، يعني مش احنا ميسورين الحال، لكن مش ما اخدتش كل فلوس المعادلة من اهلي. لكن انا قصدي ان مهما كان الفلوس بيبقى ليها صرف، فهي اللي محتاجينه اللي انا شايفه من وجهة نظري، ان اهم ميزة الواحد لازم يتحلى بيها لو هو نوى ان يكون في USMLE هو الاصرار، العزيمة، المثابرة. فدي ستيب 1 وسي كي. سريعا السي اس، السي اس بالنسبه لي كانت من ضمن الحاجات الستيبس اللي كانت صعبه شويه عليا، لانها جت في ظروف شخصيه الى حد ما مش كويسه، فما حقش اذكر لها كتير، ولكن الحمد لله ربنا كرمني وباست من الفيرست اتمت. لو حبيته يعني انا امتحنت ستيب السي اس في مارش نو في جانيو في يناير 2019، من حوالي سنه وشويه، وشفت ناس كتير من بعد امتحنوا هنا حوالينا يعني. السي اس من سهل الممتنع، هي اسهل امتحان على ارض الواقع، اصعب امتحان لو انت ما اديتنوش الاهتمام والرعايه الكاملين، لو انت حاولت تقلل منه والناس كلها بتعدي دي المشكله وده الفخ، ان انت ما تتمرنش كويس، ما تبذلش مجهود، ما تديلوش الاهتمام الكافيين. وانس ان انت اخدت السي اس على محمل الجد، انت باست ان شاء الله، باذن الله هتعدي وهتنجح بدون ادنى مشكله. يعني انا شفت ناس كتير جدا اللغه ما كانتش بيرفكت، واحنا اللغه بتاعتنا مش كلنا مش بيرفكت، ما كانوش احسن ناس بي انتر اكت ويقدروا يكوميونيكيت مع البيشنس وكده، ومع ذلك معظم الناس دي باست من الفيرست اتمت، وهي مش حاجة هيرويك انك تخش تذاكر. يعني هي انا امتحنت بعد في مذاكرة 6 7 ايام، مش حاجة هيرويك، في ناس تقدر تعمل اقل من كده، لكن ده مش الصح. صح انك تدي السي اس الاهتمام والرعاية الكافيين. ودايما يعني بنضرب مثل بان انت الناس، معظم الناس اللي انا اعرفهم معظمهم ان ما كانش كلهم، يعني مش كلهم بس معظمهم، امتحانوا في هيوستن في تكساس. انك تروح هناك اسبوعين قبل الامتحان في الجامعة مع الناس وبراكتس مع الناس، كفاية جدا 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 يعني. فهي سي اس مش اصعب امتحان لكن تريكي. وللاسف للاسف انه ساعات لما بيبقى في اتمت في السي اس بتبقى ريد فلاج، ومع ذلك انا عارف ناس ماتش برضو ما هم معاهم اتمت، يعني الناس اللي ربنا ما وفقهمش وعدوا السي اس من اول مره برضو بمثابره وبعزيمه وباصرار، انا عارف ناس ماتش والحمد لله رب العالمين السنه دي، يعني مش بنتكلم مثلا من 5 سنين او 6 سنين، السنه دي، وفي تخصصات فيري كومبيتيتيف، يعني التخصصات صعبه مش سهله، والناس ماتشت ولله الحمد. فاجين انا مش أك... انا انا يعني تاني انا مش اكتر حد هيقدر يقول لكم على الـ على الـ على الـ ازاي تذاكروا الستيبس. يمكن السي اس هي اكتر حاجه فريش في دماغي، فاقدر يعني لو حد حابب نقول للناس في وقت تاني، بما ان احنا قاعدين فاضيين شويه لحد ما ربنا يكرم ان شاء الله، مش عارفين هنستلم ريزيدنسي اصلا ولا لا، بس ان شاء الله يعني في جولاي 1. لو حد حابب مساعده في السي اس طبعا تحت امركم، الماتيريال موجوده عندي، ولو في حد محتاج اي مساعده او اي يعني نوع من انواع مش هنقول مش بندي مش تدريس، ولكن لو حد محتاج
مساعدة بصفة عامة، فتحت أمرك في أي وقت يعني. إن شاء الله ربنا يكرم كل الناس ولو إن مفيش امتحانات اليومين دول أصلا يعني، لأن السنترز قافلة عشان الكورونا. رقم 3 الريسيرش. أنا ما عملتش إلكتيفز، أنا ما كنتش من الناس اللي ما كنتش سعيد الحظ إن أنا أطلع إلكتيف في فترة الامتياز، فبرضه مش هقدر أفيدكم أوي فيها، ولو إني شايف إنها حاجة مهمة جدا وبتفرق شوية في الانترفيوز، في عدد الانترفيوز للناس اللي بتقدم على الماتش. بس انا ما جاليش الكتف، اعذروني يوم التاني. هتكلم على طول على الريسر. انا بعد ما امتحنت الستيب 1 في 2014، امتحنت سي كي في 2016 اول ما خلصت امتيازي، وبعدين اتكلفت حوالي 6 7 شهور في عندنا في المحافظة الغربية وفي مركز قطور، كانت فترة مش لطيفة. وبعدين رحت معهد القلب القومي في الجيزة في القاهرة، قعدت فيها حوالي سنة وشوية، سنة وكام شهر. الفترة دي طبعا كنت مش بفكر خالص في سكة المعادلة، والفترة دي كنت طلعت سكة المعادلة من دماغي، خصوصا ان السكورز بتاعتي ما كانتش عالية، واني ما عملتش الكتيفز، واني ما عنديش ريسيرش، ما عنديش بابليكيشنز، ما عنديش ليترز، ما عنديش اي حاجة. كل اللي انا عملته امتحان ستيب 1 والسي كي بس، وسكورات مش كويس. يعني اللي هو قلت وانا بعمل ايه، وانا يعني ما لهاش لازمه يعني ان انا اكمل اصلا في الطريق. وقعدت فعلا سنه وشويه في معهد القلب، كنت يعني اخذت النيابه هناك، ولكن فضلت حاجه جوايا كده تقول يعني حاجه كده في نفسي، خصوصا لما كنت بشوف اصحابي اللي بيمتشوا ممتشين، وبحس ان يعني لا يعني حرام ان انا يعني امتحانين على الاقل، فحرام يروح على الارض، فخلينا نحاول تاني. لحد ما حد من اعز واقرب اصدقائي اللي ماتوش السنه اللي فاتت، محمد ماضي، قرر ان هو عايز يطلع يعمل ريسيرش. كان هو لسه ما ماتوش طبعا يعني، هو ماتوش السنه اللي فاتت، الكلام ده كان في 2018 بعد سنه ونص تقريبا من وجودي في النيابه. وهو قرر ان هو عايز يطلع يعمل ريسيرش عشان يقدم على الايه، على الماتش السنه اللي فاتت 2019 2000 كان يقدم في نفس السنة في 2018. فحسيت انها الفرصة، وان هو نداء من عند ربنا سبحانه وتعالى وإشارة ان انا اقدم على ريسيرش انا كمان. وقدمت ريسيرش كتير جدا، لان طبعا في الفترة دي كان معظم الناس بتفكر في البطنة، وانا ما كنتش يعني انا ما كنتش حقيقي ناوي ان انا اقدم بطنة، بس هو كان الفرص الاكتر في ريسيرش في البطنة، فقلت يعني انا عايز بس اروح امريكا واروح واشوف الدنيا وبعدين يحلها حلال. وسبحان الله ما توفقتش ابدا ان الاقي فرصه ريسيرش في بطن. وبعدين قعدت مع نفسي كده وقلت يعني انا ناوي اقدم نيورولوجي، عايز وهقدم نيورولوجي، فليه اقدم بطن؟ فاقدم ريسيرش نيورولوجي، مش لازم اروح مع محمد يعني، اروح معاي في اي حته تانية. وقد كان اول بعت ثلاثه تقريبا، ثلاثة ردوا عليا، وأنا اخترت إن أنا أكون مع الراجل اللي أنا جيت معاه. هو هنا في ييل يونيفرستي في نيو هيفن في الإبليبسي سنتر، هو كان المنتور بتاعي، ومشينا في ورق الفيزا وجيت هنا الحمد لله في جون 2018. من هنا ابتدت أنا بالنسبة لي ابتدت الرحلة الحقيقية في المعادلة، إن أنا جيت في يونيو 2018. دي كانت بداية القصة الحقيقية، ودي كانت بداية الفترة الحقيقية اللي أنا خلاص لا تراجع ولا استسلام. حرقت كل المراكب بتاعتي في مصر، سبت الشغل، سبت البرايفت، سبت النيابة، وخلاص أنا في سكة أمريكا، هكمل في سكة أمريكا يعني، هكمل في سكة أمريكا. وانا عمري ما انسى طبعا الموقف ده، وانا طالع من المطار كان بسلم على الاهل وبسلم على والدي الله يرحمه ويحسن اليه، وكان قال لي وعدني انك ما ترجعش الا وانت ماشي. وقد كان يعني، ان ده كانت بالنسبه لي رجوعي لمصر كان معناه ان انا يعني هيبقى في فشل، كنت هفشل الفشل الذريع في الناحيتين، لا عندي حاجة جوه مصر أرجع لها، ولا كملت في الطريق اللي أنا كملت فيه. فهنا ابتديت الرحلة في جون 2018، ابتديت هنا، جيت أول ريسيرش على جي 1 فيزا،
وابتديت الريسيرش الاكسبيرينس بتاعي. طبعا بالنسبه للناس اللي هحاول في وسط الكلام اجاوب على بعض الاسئله اللي انا اتسالتها قبل كده، بس هنا معاكم اسئله كتير جدا، ان هو انا بدور على ريسيرش بس ما عنديش اكسبيرينس في مصر، مش مهم. طب انا بدور على ريسيرش وعامل 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 في مصر، عامل اونلاين وعامل سيستماتيك ريفيو وعامل ميتا اناليسيز وعامل ببلشت هنا وببلشت هنا، حلو جميل، بس تاني مش هو كل حاجه. وهما هنا في امريكا اللي انا شفته على الاقل ما عندهمش ادنى مشكله انك تيجي وما يكونش عندك اي باك جراوند. انا ما حسيتش ان في مشكله ان انا ما عملتش ريسيرش قبل كده، ما حسيتش ان حد بيقول لي، يعني ما حسيتش بصعوبه في البدايه. ليه؟ لان بمنتهى البساطه مش عيب، وعندهم في امريكا مش عيب انك ما تبقاش عارف، العيب انك تبقى مش عارف وخايف تسأل، او مش عارف ومش عايز تتكلم، او مش عارف ومش ومبين لا انا عارف كل حاجه وانت مش عارف حاجه، لان هيبان. فانا جيت وما عنديش اي نوع من انواع الاكسبيرينس قبل كده، ما كنتش عملت ريسيرش في حياتي، كنتش عارف يعني ايه ريسيرش. جيت ابيض زي ما بيقولوا وابتدينا المشوار. يعني الناس ابتدوا معايا واحده واحده، بتعرف يعني ايه ريسيرش، يعني ايه ترايل، يعني ايه ريفيوز، يعني ايه ميتا اناليسيز، يعني ايه انك تعمل راندومايز كلينيكال ترايل، يعني ايه انك اوبزرفيشنال ترايلز. وبدات هنا الريسيرش بتاعي. قعدت هنا يعني انا جيت في اخر مايو، ابتديت من اول جون، يعني في اول جون اللي جاي ان شاء الله هيبقى بالنسبه لي هنا سنتين بالتمام والكمال. طيب مش هتكلم كتير قوي عن الريسيرش، لان محمد سعيد الحلو هيتكلم عن الريسيرش. محمد سعيد الحلو من الناس اللي قضوا وقت كتير جدا في الريسيرش، والريسيرش بتاعهم بسم الله ما شاء الله كويس جدا وبرودكتيف جدا، فانا هسيبه يتكلم عن النقطه دي احسن مني. لكن انا هتكلم على الاوتكم بتاعي، يعني مش هقول انا عملت ايه قوي، لكن هقول ان الريسيرش يعني انا هتكلم من وجهه نظري الشخصيه، ان هو بدون الريسيرش اللي انا عملته هنا ما كنتش فرصتي في الماتش ما كانتش هتبقى قويه. فانا يعني خلينا واقعيين، فايه اللي انا عملته في الفتره دي عشان فرصتي الضعيفه جدا بسبب السكورز تبقى الى حد ما معقوله، وتؤدي ان انا امتش في مكان عمري ما كنت احلم ان انا اروحه حتى في انترفيو. طيب ايه هي اللي انت عملتها؟ هو في الريسيرش بيقوم على ثلاث حاجات رئيسيه. الحاجه الاولى من وجهه نظري هي الشخصيه بتاعتك، مش انت بروتكتيف قد ايه، ومش انت عامل مليون بيبر. انت عامل مليون بيبر، ده شيء كويس جدا في السي في بتاعك، بس وانس انك عملت، يعني هو في السي في وانت بتقدم للماتش، وانا هوصل للنقطه دي في نقطه السي في، لكن الريسيرش بتاعك في السي في هو حاجه من الاثنين، انت مش عامل ريسيرش يا انت عامل ريسيرش. يعني مش هيفرق قوي ان انت عامل ريسيرش سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه، هم كلهم في النهايه هتحطوا في الاكسبيرينس بتاعك، وانت عامل بابليكيشن واحد او اتنين او 10 او 100، هو يعني انت وانس انك وصلت لمرحله الهيفي ريسيرش، اللي هي انت وصلت لمرحله يعني 3 4 حاجه بتبلشهم، انت كده عملت ريسيرش كويس. وبرده مش كل حاجه، انا اعرف ناس دخلوا اكسبيرينس بس من الريسيرش ما طلعوش منها اي بيبر او ابستراكت او راحوا مؤتمرات او انترفيوهات، بعدد الانترفيوهات بسم الله ما شاء الله كويس جدا، ومتشوا في الاخر. فهي الموضوع يعني الحاجه اللي انا اقدر اقولها في النقطه دي، ان انت ما تبقاش جامد قوي، هي باكج. انت الابليكانت اللي بيقدم، الشخص اللي هيقدم عندهم، هما بيبصوا له ككل، سكورات، سن التخرج، جامعه، لو جامعه اسمها معروف طبعا، يعني في مصر جامعات الى حد ما اسمها معروف، انت عملت ايه في حياتك، وفي جابس ولا لا، الليترز، السي في، البيرسونال ستيتمنت، هي باكج. فما تقولش ان انا عايز اروح ريسيرش عشان اطلع 100 بابليكيشن في السنه، يعني مش منطقي ومش مطلوب. هو المطلوب الاحسن انت بتروح ريسيرش عشان حاجتين، واحد او عشان ثلاث حاجات الى حد ما، واحد عشان تخاطر تاخد ليترز، اتنين عشان تعمل بابليكيشن، وثلاثه عشان تعمل كونكشنز، وثلاثه دي مرتبطه شويه برقم واحد اللي هي الليترز بتاعتك. فخليك حط في دماغك او حطي في دماغك
ان الريسيرش اكسبيرينس بتاعتك معتمده بالاساس على شخصيتك، وانت بتتعامل ازاي مع الناس، لان كل ده هينعكس على الليتر بتاعك، وكل ده هينعكس على ثقتهم فيك لما يلاقوك انسان مش بس شاطر، انسان بتعرف يعني انسان. انا النقطه دي مهمه جدا بالنسبه لي، لاني شفت هنا كذا يعني في كذا مثال ما كانوش كويسين قوي، الناس بتشتغل وناس عندها قدره انها تشتغل بس مش كويسين في شخصيتهم، بغض النظر بقى بيعمل مشاكل، انا زي ما بقول في مصر كده بيعمل مقالب في الناس في الشغل، او هما هنا الحاجات دي مش محبوبه قوي وبتبان الى حد ما. فشخصيتك في الريسيرش مهمة جدا، هتنعكس في الليتر بتاعك وده شيء مهم جدا، وفي نفس الوقت هتنعكس ان الناس تبقى واثقة فيك اكتر، فتبدأ تديك تاسكس اكتر، خصوصا لو انت انسان بتشتغل كويس وبتتعلم بسرعة وبتسأل السؤال مرة واحدة، ما تسألش السؤال مرتين، يعني تسأل عادي بس ما تسألش السؤال كذا مرة، فهتلاقي الناس بتبدأ تثق فيك وبتديك ليدنج بروجيكتس، يعني انت تبقى تليد وتبقى فيرست اوثر او سكند اوثر او وات ايفر. وبالمناسبه كلمه انك فيرست اوثر يعني او الليدنج، يعني انك تبقى اول واحد على البيبر، يعني ما هياش بالاهميه دي قوي خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي. يمكن بعد كده في ريزدنسي بتبقى مهمه اكتر، فيلوشيب مش انا برضو اللي هقدر اقول عن ده، الناس اللي في ريزدنسي او الناس اللي في الفيلوشيب يقدروا يقولوا، لكن برضو كونك فيرست اوثر دايما مش هي كل حاجه، فبلاش يعني نقف في النقطه دي ونبدا نتخانق مين يتحط اسمه الاول. يعني انا بالنسبه لي في الريسيرش قعدت حوالي سنه، سنه ونص في يعني قعدت وانا بقدم، كان بقالي سنه وثلاث شهور او سنه واربع شهور في الريسيرش، كان عندي تو ابستراكتس في مؤتمرين، وكان عندي بوسترز اي مين تو بوسترز وتو ابستراكتس وبيبر كان سبميتد بس لسه ما اتقبلتش، وكيس ستادي كانت سبميتد ولسه ما اتقبلتش، وكنت بكتب بوك شابتر. فدي ده المجموع تقريبا الحاجه اللي انا عملتها، وده زي ما قلنا الى حد ما مش بالعدد ومش هي بالكم، وبان انت عملت قد ايه، وخصوصا لما الريسيرش بتاعك ده ينعكس جوه الليتر بتاعك. طيب غير الريسيرش انا عملت ايه في السنه ونص؟ انا في السنه ونص دولت عملت طبعا كنت ريسيرش على جي 1 فيزا، فما كنتش عامل الكتف، فكنت بدور على ان انا اخد كلينيكال اكسبيرينس احطها جوه السي في بتاعي وانا بقدم. فبدأت ادور كده، يعني سالت الراجل، والراجل كان اللي انا يعني الدكتور انا كنت شغال معاه كان كويس جدا جدا، وكان شخص محترم جدا ومتفاهم جدا لنقطه ان احنا ناس جايين طبعا unpaid طبعا، يعني بنصرف مصاريف كتير وقاعدين على حسابنا، فكان هو فاهم النقطه دي، وكان بدا ياخدني معاه العياده شويه، وخدني معاه الاي ام يو اللي هي الابليبسي مونيتورنج يونت شويه، وبدانا نتواصل، يعني يبقى في ما بيني وما بين بعض التندنجز التانيين اللي بشوفهم وهم بيشوفوني معايا، خصوصا ان هو رئيس القسم، فبدات الناس بدا يتكلم معايا، نتكلم مع الفيلوز ونتكلم مع الاتندنجز، فبدا التمريض ده شيء مهم جدا، فبدا الناس تبقى عارفه اسمي بتشوفني كتير، فبقيت لما بروح اسال حد هل ممكن انا انزل معاك العياده، هل ممكن اجي معاك الراوندز الصبح، هل ممكن اجي معاك في المرور، فبقاش في مشكله، الناس ما بقتش تقول لي لا، محدش بيقول لي لا انت مثلا الفيزا بتاعتك مش نافعه، او وريني، او هات لي مش عارف جواب من مين، يعني ما حدش كان بيطلب مني حاجه زي دي. وانا عملت كلينيكال شادوينج مع حد من الدكاتره الكبار جدا هنا في القسم، يعني كاسم وسن وسمعه وعمر، وكان كنت محظوظ ان انا كنت معاه في العياده، هو العياده بتاعته بتبقى يوم واحد في الاسبوع، كنت بروح معاه اليوم يعني يوميا او يوم واحد في الاسبوع لمده سنه، قعدت سنه بروح معاه العياده، اخدت منه ليتر، ما كانش له علاقه اي علاقه بالريسيرش، هو كان ليتر كلينيكال صرف، فبقى ليتر من الليترز بتوعي كلينيكال صرف، من غير ما اطلع اعمل الكتيف او اعمل او اقدم على اوبزرفرشيبس او اي حاجه زي دي، كانت هاند كان المفروض كان هاندز اوف اكسبيرينس، لكن هو حط في الليتر كلام كويس جدا ان انا كنت بقى انتراكت مع البيشنتس ازاي، فده فرق جدا معايا في كليتر كلينيكال وهاندز اون اكسبيرينس. ده غير ان انا اخدت الثلاثه ليترز تانيين، يعني اخدت اربعه بس طبعا قدمت الثلاثه لان هو ماكسيمم اربعه ليترز اللي بتقدم بيهم، فاخدت ثلاثه ليترز تانيين ريسيرش، معظمهم ريسيرش طبعا. يعني ده الكلينيكال شادوينج. لما خلينا يعني احنا وصلنا لمرحله الابلكيشن اللي هي النقطه رقم خمسه، بس خليني اقف عند موضوع ليترز دي نصيحه بس، يعني انا سمعتها من حد وحاسس ان هي الى حد ما منطقيه، يعني سمعتها من حد هندي، لان هنا كتير من الهند وكتير من باكستان وهم يعرفوا بعض وبيساعدوا بعض وبيبداوا يبقوا مع بعض في الـ في الـ في الـ في الـ
يعني دكتور بيبقى معاه 5 6 بيمروا معاه وبيعملوا شهادة معاه وبيعملوا ريسيرش معاه. الموضوع الليترز ده خلي فيه دايفرستي في الليترز بتاعك على قد ما تقدر. انا عارف ان مش كل حاجه انا بقولها كل الناس تنفع تنفذها، وزي الاكسبيرينس بتاعي مش كل الناس بتعملها، وانا ما عملتش الاكسبيرينس بتاعت كل الناس التانية. فهي انت بتاخد اللي تقدر عليه وبتاخد اللي يناسبك. فمش كل اللي انا بقوله قران، المفروض كنت ابتدي بالنقطه دي، انا اسف يعني. مش عارف ينفع نعملها ايديت ولا لا، بس يعني مش كل اللي انا بقوله قران، يعني هو مش كلام انزل، والكلام اللي انا بقوله ده يعني مش هو مبلغ العلم ومش هو اصح حاجه. وارجوكوا لو في حد عنده حاجه انا بقولها غلط رد عليا، يعني ردوا عليا قولوا لي انا، لا احنا شايفين حاجه تاني وفي ناس عملت حاجات تانيه، مفيش ادنى مشكله. هو كلنا مش طريقنا واحد، انا ما شفتش تقريبا اتنين هنا طريقهم واحد، يعني الناس اللي متشوا والناس اللي هيمتشوا ان شاء الله، مفيش فينا حد هيبقى زي التاني. هي بتبقى كل واحد ليه الطريق بتاعه، وانا ليا حاجات من وجهه نظري صح ممكن ما تكونش مناسبه للناس التانيه قوي يعني. بس انا ليه قلت كده؟ لان الليترز على قد ما تقدر حاول يبقى فيها دايفرستي على قد ما تقدر. يعني انا كان عندي الليتر بتوعي كان عندي اتنين امريكان بيض، يعني اتنين من الليترز بتوعي امريكان بيض كبار في السن، ناس هنا معروفه واسمها كبير. وعندي المنتور حد من المنتورز بتوعي كان هو امريكي لكن اصله عربي، اسمه حماده، حماده الطالب، فهو اسمه الى حد ما عربي. وبدات اخد خدت الليتر الرابع ان يكون يعني لما لقيت نفسي معايا 3 ليترز من 3 رجاله، خليت الليتر الرابع من 6. وده برضو حاجه مهمه ان انت يبقى عندك الدايفرستي، ان الناس اللي المسلمين والمسيحيين واليهود بيشكروا فيك، والرجاله والستات بيشكروا فيك، وكبار وصغيرين بيشكروا فيك، والبيض واللي مش بيض بيشكروا فيك. فيعني يبقى انت عندك دايفرستي كده، ومش كل الليترز بتاعك. يعني انا من مصر ما يبقاش الاربع ليترز مصريين، ممكن يبقى ليتر مصري ممكن يبقى ليتر عربي، بس بلاش يعني ما تخلوش الاربعه مصريين الاربعه عرب. الناس اللي في الهند هو قال لي احنا كهنود ما بندورش على الناس الهنود اللي يدونا ليترز، احنا بالنسبه لنا ممكن ناخد ليتر من هنود لان احنا الى حد ما، بس ما تاخدش الاربعه ليترز من ناس بره امريكا، او الناس الباك جراوند بتاعهم مش امريكيه كثقافه. يعني ما تاخدش الاربعه ليترز من هنود وباكستان مثلا. لو عندك فرصه انك تاخد ليتر واحد من حد امريكي، يعني الاسماء الامريكيه اللي هي مايكل وبيتر وجون ولورنس وريتشارد والحاجات دي، يعني يبقى كويس في ال فحاول في الليترز. فحاول على قد ما يقدر يبقى فيه دايفرستي، حد على قد ما تقدر او تقدر يخلي واحد من الليترز كلينيكال، ودي حاجه مهمه جدا في التخصصات الاكلينيكيه. يعني لو بتقدم على تخصصات مش اكلينيكيه زي مثلا الناس اللي بتقدم على باثولوجي، مش لازم يبقى معاك ليتر كلينيك، مش مهم ايه الليترز برضو اللي انا شفته. لو في ليتر ناس تانيين معاها ليترز كلينيكال انا ما اعرفش في الباثولوجي قد كده، لكن انا بتكلم على الاقل في النيورولوجي لو ليتر كلينيكال الى حد ما بيبقى ليه وزن كويس في السي في بتاعك. وده برضو اللي انا سمعته في الانترفيوز يعني. طيب وصلنا للمرحله الخامسه اللي هي الابلكيشن، وانا اتكلمت عن الليترز. والليترز انا زي ما قلت عندي كان عندي ليتر واحد كلينيكال وثلاثه ليتر تانيين، اتنين منهم ريسيرش بس، وواحد الرابع اللي هو بتاع البي اي بتاعي كان 90% منه ريسيرش. وطبعا ما شفتش الليتر، بس يعني الكلام اللي انا حسيته منه ان هو في جزء منه ليه علاقه بان انا بمر معاه وبحضر الكلينيكال راوندز او الجراند راوندز بتاعت القسم والليكتشر او خصوصا المحاضرات اللي بتتعمل للفيلوز في الابليبسي هنا، انا كنت بحضرها معاهم. فهو بيقول يعني ان حاتم مش بس عنده يعني ريسيرش اكسبيرينس، لكن هو كمان بيقعد وبيسمع حاجات اكلينيكيه، وده هتفرق معاه جدا في النيابه. فدي حاجة مهمة جدا، ده الليتر الرابع بتاعي. طيب السي في، السي في في الابلكيشن بصفة عامة سوري السي في في الابلكيشن بصفة عامة هو 3 اجزاء كبار، يعني الهيستوري بتاعك والسكورات بتاعتك، يعني مش السكورات يا ربي، الهيستوري بتاعك والريسيرش بتاعك او الببليكيشنز بتاعك، والجزء بتاع الاكسترا كوريكولار اكتيفيتيز والحاجات اللي بره الطب. فالهيستوري بتاعك اللي هو انت منين وتخرجت منين وعملت ايه في الكليه وحضرت ايه وما حضرتش ايه، كلام كلنا تقريبا نفس زي بعض. وبعدين الريسيرش والابلكيشن بتوعك،
يبدأوا بقى هنا يبدأ مين اللي عمل ريسيرش، مين اللي حط بابليكيشنز، ومين اللي ما حطش. والجزء الأخير بقى اللي هو الحتة الأخيرة بقى اللي هي بتبقى الهوبيز والاكتيفيتيز اللي أنت بتحب تعملها، ودي بتفرق شوية إنها بتفتح قد في بعض الأحيان بتفتح مجال الكلام في الانترفيوز. وهنا نصيحة مهمة جدا بلاش نكذب فيها، يعني إحنا في كتير جدا، يعني ايه هواياتك يا عم؟ زيط وملا بقى، حط انا بقرا كتير وبروح وبسافر كتير وبحب اعمل رياضه وبلعب واخد ميداليه مش عارف ايه في نط الحبل حلو، بس خد بالك انت ممكن تقع مع حد فاهم كويس جدا في اللي انت بتقوله ده. انا في بعض الانترفيوز، في الانترفيو اللي انا عملت انترفيو هنا في ييل، وكان البروجرام دايركتور، انا عملت انترفيوز مع 3 بروجرام دايركتور، كان يعني هم عامل 5 من ضمن الانترفيورز، واحده منهم ست. انا كنت كاتب، انا كنت بلعب كوره وانا صغير، كنت بلعب كوره وانا في الكليه، واخدنا بطوله الكليه عندنا في جامعه طنطا في سنه كده، ومش حاجه ذات قيمه بس كتبتها. انا احنا من مصر كلنا بنلعب كوره، كلنا بنحب نلعب كوره، وخدت بطوله مره وانا في الجامعه، يعني كسرت ايدي، ايه المشكله يعني؟ فلقيتها وقفت كده قالت لي انت خدت بطوله عندكم يعني بتلعب كوره؟ فقلت لها انا كنت بلعب كوره. قالت لي انت تعرف مين يعني؟ بتعرف محمد؟ ما انا اعرف محمد صلاح مني والاسماء دي. بتعرف مين؟ ولقيتها بتتكلم معايا في الكوره، وان ازاي يعني جوزها بيشجع ارسنال، وان هي بتحب برشلونه، بس ميسي مش عارف بيعمل ايه، وان لامبرد عامل فريق كويس جدا في تشيلسي، كلهم ناس من الصغيرين، واخد 2 3. لقيتها بتتكلم وعارفه ويليان، وعارفه جايب مش عارف بايرن ميونخ واخدين الكانترا مش عارف مين. فلقيتها بتتكلم في الكوره يعني في حاجات انا ما كنتش اتوقعها منها، فهي عارفه ده. فانت لو كاتب ان انت شخص بتلعب كوره على طول وبتلعب كوره من وانت صغير، يعني ما ينفعش تقول لك مين ميسي، تقول لها يعني فتقول لها ما اعرفش يعني، او يعني انت في، انا في حد من اصحابي هو بيحب يلعب تنس، فانت لو كنت بتنس وقال لك مثلا مين نادال بقى، ما تقولوش بقى يعني ما اعرفوش يعني، انت يعني خليك منطقي. ودي بتبقى حاجات مش كويسه، فبلاش تكتب اول مثلا انا بقرا كتير. طب اخر كتاب قريته كان ايه؟ انا اتسالت في اخر كتاب قريته كان ايه؟ بتقرا لمين؟ ولازم تقول يعني لو انت كاتب حاجه ممكن لازم تاخد بالك ان انت معرض انك تتسال فيها في اي وقت، يعني في اي وقت ممكن تتسال في اللي انت كاتبه، فما تبلغش عن نفسك يعني، ما تحطش حاجه غير وانت قدها، ولو هتحط حاجه مش فيك روح ذاكرها قبل الانترفيوز. يعني لو انت كاتب مثلا ان انا يعني مثلا انا بجري، ما ده انك انت بتجري وانت رايح الانترفيوز مثلا 200 كيلو، ما هو ما انت بتجريش يعني، ما بتجريش قدامهم يعني، خلينا منطقيين شويه في النقطه دي. ولو انت كتبت حاجه ان انت مولع بالقراءه او بتعزف كمان وانت رايح اتعلم عزف الكمان، لانه ممكن يطلع لك كمان من ورا الكنبه وتلاقي ورا المكتب كده بيقول لك اتفضل اعزف لي يعني. فناخد بالنا من النقطه دي. ده بالنسبه للسي في، يبقى احنا اتكلمنا على السي في، اتكلمنا على الليترز، البيرسونال ستيتمنت. وانا هقف شويه هنا واتكلم شويه عن البيرسونال ستيتمنت لان هي بالنسبه لي كانت مختلفه شويه. طيب انا كحاتم كان من الناس اللي النورولوجي بالنسبه لي او الى حد ما بيرسونال، حاجه شخصيه جدا جدا جدا. انا مولود بكونجنيتال هيدروكيفلس، وعملت شنط، وعملت شنط 3 مرات او 4 مرات، عملت 4 عمليات وانا في السعوديه وانا صغير، وجالي ابليبسي وانا صغير، و ما بقتش باخد علاج اني مور، بس دي حاجه كبيره جدا في البيرسونال ستيتمنت بتاعي وحاجه كبيره جدا في حياتي. ولما جيت اكتب البيرسونال ستيتمنت كتبتها فيها، يعني انا كتبت كان البيرسونال ستيتمنت كلها بتتكلم على الاكسبيرينس بتاعي، ان ازاي شخص اتولد لابو يعني ابو وام تلاقوا طفلهم، يعني انا تاني الاطفال اللي هي اخت اكبر مني، لكن طفلهم الاول الولد الاول عنده مشكله في المخ ولازم يعمل عمليه ولازم يركب شنطه، وهيعيش بالشنطه دي فترة طويلة جدا من عمره قد تصل إلى عمره كله. أنا شلتها وأنا عندي 6 7 سنين، لكن هم ما كانوش يعرفوا ده لما عملتها وأنا شهور، وإن إزاي ده أثر معاهم، وإزاي كانوا بيتابعوا معايا، وبتروح من بلد لبلد في السعودية من حائل للقصيم، وعملت كام عملية، والشنطة اتغيرت كذا مرة، وبدأ يحصل منها كومبليكيشن، أنا بدأ يجي لي تشنجات، وقال لي هم ما كانوش يعرفوا يعني إيه إبليبس، ما كانش يعرفوا يعني إيه صرع، والتشنجات والعلاج
فدي كانت حاجة كبيرة في حياتي وحاجة كبيرة جدا بيرسونال بالنسبة لي. أنا بحب الإبليبسي وأنا بحب النيورولوجي عشان دي حاجة مرتبطة بيا بشخصيتي بحياتي. فكانت 90% من البيرسونال ستيتمنت في البداية بتتكلم عنها، وبعدين في الآخر جزء كده بتكلم عن الخبرة اللي أنا خدتها في معهد القلب، وهي خبرة كويسة جدا بصراحة في مجال الآي سي يو. وبعدين في الاخر بقى ان ازاي ان انا شخص، يعني ان ازاي ان الظروف انا بقدر اتحداها، لان والدي توفى وانا هنا في امريكا، وكانت بالنسبه قبل امتحان السي اس بتاعي اسبوعين ثلاثه وما قدرتش انزل عشان خاطر عايز امتحن، لان ده كان اخر فرصه امتحن في الاليجيبيليتي بيريود بتاعي. فدي كانت البيرسونال ستيتمنت بتاعي، هي مش جينيريك. والبيرسونال ستيتمنت هي حاجتين، يا حاجه يا مش جينيريك، بس الناس كلها بتتكلم ليه بتحب نيورولوجي. تاني عند البيرسونال ستيتمنت، البيرسونال ستيتمنت ثلاث انواع، نوع ضئيل جدا حلو قوي، بيرسونال ستيتمنت رهيبه الناس بتشوفها تقف على يعني على من الكرسي وما تقعدش وتسقف كده عشان البيرسونال ستيتمنت، عشان انت كاتب بيرسونال ستيتمنت، انت شخص اديب، عباس العقاد بيكتب ولا نجيب محفوظ بيكتب البيرسونال ستيتمنت بتاعه، فدي حاجة بتهز المشاعر. والجزء الغالبية العظمى اللي هي البيرسونال ستيتمنت عادية خالص، أنا شخص بحب النيورولوجي عشان من ساعة ما دخلت الكلية وأنا مولع بالبرين وإزاي البرين بيشتغل وإزاي الكونكشن ما بينه، وشفت حالة فلان وشفت حالة علان، وبعدين قريبي وجاري وحالة كانت عندي وأنا في سنة خمسة وشفتها، فيعني أنت بتقول، وإن أنا لما رحت المكان الفلاني شفت حالات، مفيش حاجة ربطاك ليه، بس ده الغالبية العظمى عادي، مفيهاش مشكلة. الجزء الضئيل جدا البيرسونال ستيتمنت الوحش بقى اللي هو فيه أخطاء إملائية وجرامر وأنت مش مديها أي اهتمام، ودي ما شفتهاش في المصريين قوي. يعني ال 90% اللي فوق سواء العادي أو الحلو قوي كله زي بعض. يعني أنا يمكن البيرسونال ستيتمنت بتاعي كانت مختلفة شوية وكانت بيرسونال شوية وبذلت فيها مجهود وخليت ناس كتير تراجعها لي، فيمكن ده برضه من ضمن الحاجات اللي ساعدتني كتير في الماتش، خصوصا ان مفيش انترفيو رحته في كل الانترفيوز اللي جالي اللي جولي ما اتسالتش عن البيرسونال ستيتمنت بتاعي. واتنين منهم كان في ناس معايا، يعني انا داخل وهي بتتكلم معايا، اول ما بدات اتكلم معاها في البيرسونال ستيتمنت عيطت، اتنين ستات، فمعنى كده ان هم قروها قبل كده. في واحده منهم داخل اول ما دخلت قالت لي انا قريت البيرسونال ستيتمنت بتاعتك وانا مستنياك تيجي عشان اكلمك واشوف مين الشخص ده قدامي. فالبيرسونال ستيتمنت مهمة جدا، لو انت عندك حاجة بيرسونال ما تخبيهاش. انا ليه بقول كده؟ لاني انا لما جيت كتبتها وبدأت اوريها للناس اللي انا بشتغل معاهم، وريتها للبي اي بتاعي، وريتها للسوبرفايزر بتاعي، وريتها للدكتور اللي بنزل معاه العيادة، وريتها لحد تاني انا بثق فيه من اللي كتبت لي، يعني الاربعة اللي كتبوا لي ليترز اديتهم البيرسونال ستيتمنت بتاعي، غير ان انا اديتها للبروجرام دايركتور اللي هنا في ييل، وقلت له انا مش هقدم عندك بس اقرا البيرسونال ستيتمنت بتاعي يعني وشوفها لو تنفع ولا ما تنفعش. اتنين منهم قالوا لي لا، قالوا لي شيل الكلام اللي انت كاتبه ده خالص، ما تكتبش كده عن نفسك، لان سلاح ذو حدين، ممكن حد لما يقراها يقول لك ايه يا عم ده مريض، انا مش عايز اشغل عندي دكتور مريض وابيليبسي شو يجي يشغله شيفت يشيل 24 ساعه يقع مني ويجي له تشنجات وفي غنى عندها، انا عايز انسان سليم. وتلاته الباقيين قالوا لي لا خليها زي ما هي، يعني عدلوا لي شوية حاجات وقالوا لي خليها زي ما هي. طب ليه؟ ده كان ليه وجهة نظر الأولاني، الناس الأولانيين، إن هو لأ إن زي ما أنا قلت كده، وإن حد فيهم حتى قال لي إن هيدروكيفلس بيبقى عندهم فرونتال لوب تشينجز، والناس دي بيبقى عندها ديس انهبيشن، وممكن يعني وده صحيح فيا، مش أنا مش بقول إن أنا يعني الناس دي مبقاش متوقعين وعندهم فرونتال لوب ديس انهبيشن وتصرفاتهم إلى حد ما مش عقلانيه، وده فعلا فيا، فبس يعني بس انا ما كتبتوش طبعا في البيرسونال ستيتمنت، لكن هو قال لي ان البروجرام دايركتورز ممكن يكونوا خايفين من نقطه زي دي. انما الناس التانيين اللي شافوا البيرسونال ستيتمنت بتاعي وقالوا لها خليها زي ما هي، كان عندهم وجهه نظر ان هي دي حاجه خاصه بيك، وان حاجه يعني ستاندز اوت، يعني بتطلع في وسط يعني مش حاجه تقليديه، وان دي حاجه كويسه ان البروجرام دايركتورز لما يشوفوها هيبداوا يتكلموا معاك وينتراكت معاك، وده شيء يعني انا قعدت فيه فتره بقرر اشيلها اخليها لحد ما قلبت البروجرام دايركتور اللي هنا فيه، وهو صراحه اقنعني وقال لي خليها، وخليتها وتوكلت على الله يعني وقدمت بيها. ومن بعدها بدات يعني صممت
عملنا سبمشن للابلكيشن بتاعنا في سبتمبر، اكسكيوز مي، في ميد سبتمبر من في السنه اللي فاتت 2019، ومن هنا ابتدت رحله الماتش. 40 دقيقه، انا هم قالوا لي ساعتين، احمد قال لي ساعتين، فانا قدامي ساعة، يعني هحاول على قد ما اقدر ما اوصلش لساعتين، طبعا هحاول اكون اقل من ساعتين بكتير جدا. وحلو جدا موضوع الفيديو، ان انا مش قاعد قدام، كنت اللي يزهق يطفي ويقوم ويلف ويرجع وياكل حاجة ويجيب خيارة ويجيب تفاحة يعني يخش الحمام. طيب، احنا عدينا ال 40 دقيقة واتكلمنا في كل الحاجات اللي قبل قصة الماتش الحقيقية والرئيسية. طبعا اتكلمت عن الطريق بصفة عامة، من بالنسبة للحاجة اللي تخصني انا شخصيا كحاتم. هنبدأ نتكلم بقى بعد ما عملنا الابليكيشن بتاعنا وحطينا الليترز وحطينا السي في بتاعنا وحطينا البيرسونال ستيتمنت ودفعنا الفلوس واخترنا البروجرام. واختيار البروجرام ده في حاجة، ان احنا انا ما قدمتش على كل طبعا البرامج، وقدمت بس على البرامج اللي الى حد ما بتاخد، مش الى حد ما، البرامج اللي بتاخد اي ام جيز. والبرنامج اللي انا بقدم فيه الوحيد اللي هو ما كانش بياخد اي ام جيز وقدمت عليه، لاني كنت يعني شفت البروجرام دايركتور مره قبل كده في الاي اي ان، في الامريكان اكاديمي اوف نيورولوجي، في الكونفرنس، وكان وقف قدام البوستر بتاعي وقلت يعني ممكن يكون فاكرني، خلاص يا عم خلينا اقدم في البرنامج ده، رغم ان هو ما بياخدش اجانب، يعني بياخد امريكان بس يعني خلينا اقدم في البرنامج ده. وسبحان الله جالي فيه انترفيو، وسبحان الله نتشت فيه. فيعني سبحان الله، يعني هي حكمنا عند ربنا سبحانه وتعالى، وللدمع يعني بيقول ان ليك نصيب، هتاخده يعني نصيبك هيجي لك مهما كان. يعني واحنا بنقدم، كان حتى انا وواحد صاحبي كان بيقول لي ماشي مش هنقدم على البرنامج ده، وبرنامج ما فيهوش اجانب. وانا قلت له يعني والله بص، الراجل ده تقريبا يعني شافني مره قبل كده فممكن يكون فاكرني، وقدمت عليه. طيب، ولما قدمت عليه بعت له ايميل، وده هيوصلنا للنقطه رقم 6 اللي هي الايميل. طيب، بعد ما عملنا الانترفيو وسبمشن الابلكيشن بتاعنا في نص 9، خلاص وصلنا لنص 10، بتبدا تيجي الانترفيوز بقى، يعني من اول 10 كده لحد 15 10 بيبقى الانترفيوز قليله قوي قوي قوي، لان في عند شهر في اول 10 بيبدا يريليز الام بي اس اي اللي هي اللي بتاخدها من الكليه، الميديكال بيرفورمانس والايفالويشن بتاعك اللي بناخده من العميد اللي هي اسطمبه يعني. ويبدا بقى البرامج تبدا تبص في الابليكانس وياخد وقتهم ويبدا يبعتوا انترفيوز. فمن نص 10 كده بتبدا الانترفيوز بقى تبدا ايه تيجي وتبدا تعلى. من هنا بتبدا قصه الايميلز، والايميلات دي لحد ما يعني مهمه لبعض الناس ومش مهمه لبعض الناس. في ناس بعض الناس بسم الله ما شاء الله، من اول ما السيزون بيبتدي بيبدا يجي لهم انترفيوهات من قبل ما يبداوا يبعتوا ايميلات لاي حد، فدولت الى حد ما كويسين يعني. في بعض الناس اللي بيبداوا يعني في الاول كده ما تبقاش الامور كويسه، فتبدا تبعت ايميلات، فطبعا ما حدش بيبدا يبص لك لان الناس كلها مشغوله، وبعدين في الاخر ممكن يبداوا يبصوا لك. ومن اول 11 و12 بقى، يعني خصوصا 12 لما بتيجي يعني لو بتبعت ايميلات كتير بيبدا الناس تبص عليك، خصوصا لو انت بتزن عليهم شويه فيبداوا. وفي ناس كمان بتتكلم، انا ما اتكلمتش في التليفونات، وانا ما بعتش ايميلات لكل البرامج اللي انا متشت اللي انا قدمت عليها الصراحه يعني. بعت لبعض البرامج، وفي برامج بعت لها اكتر من مره ومع ذلك ما جاليش فيها انترفيوهات، وفي برنامج بعت له فيه مره وجالي، وفي برنامج ما بعتلوش اصلا وبعت لي انترفيوز. في يعني على حسب، هي مش دايما بتسأل، لكن هي حاجه مش بتضر، خصوصا ان انت مش بتعمل خرق لاي قوانين يعني. انت بتبعت لهم بتقول لهم يعني والله انا فلان الفلاني مقدم عندكم، وده السكورات بتاعتي ان ناتشل، والريسيرش اكسبيرينس بتاعي في سطر، والله يعني انا يعني انترست جدا 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 في البرنامج بتاعكم، وان انا لو ليك مثلا اهل اصدقاء اقارب او في المنطقه اللي هم فيها دي، والله في ناس كتير جدا من اهلي، او فيها من ناس من اهلي او من صحابي في المكان ده، وبتبعت لهم. والله في ناس بترد وفي ناس ما بتردش يعني، مش قاعده. بعدين بتبدا تيجي الانترفيوهات. بعد المرحله دي طبعا بتستنى، بيجي لك الانترفيوهات، بتحاول ترتب الانترفيوهات بتاعتك، ودي يعني فيها مدارس كتير. في ناس يقول لك الانترفيوهات المهمه اللي انت نفسك تمتش فيها تحطها في الاول عشان تبقى لسه بطاقتك،
وتبقاش زهقت وفرحت من اللف، ولو خصوصا لو عندك عدد لا بأس به من الانترفيوز. في ناس يقول لك لا بص، ما تبدأش دايما بانترفيو في الاول كده مكان كبير انت نفسك فيه، ابدأ بواحد انت مش عايزه او اقل الانترفيوهات اللي جات لك حطها في الاول، جرب فيهم وبعدين ابدأ حط المهم في الاخر، بحيث انك تبقى خدت ثقة في نفسك اكتر وبدأت تبقى متمرس في عملية الانترفيوهات. انا بالنسبه لي ما كانش عندي خيار كبير قوي ان انا احط، لان الانترفيوهات كانت بتجيلي في اوقات، يعني بيديك ميعاد واحد او ميعادين بالكتير، وبتجيلك في اوقات عكس بعض، وبيجيلي انترفيوهات في 12 او انترفيوهات في 11 وانترفيوهات في واحد، ما بتبقاش عارف. يعني في انترفيو جالي في واحد قال لي ده اخر الميعاد عندنا 8 1، هتيجي ولا مش هتيجي كده، اللي هو بتاع ييل ده اخر انترفيو جالي خالص هنا يوكون يونيفرستي اوف كندا هنا جنبينا. انا كنت نفسي طبعا اروح هناك لان مكان قريب ومراتي شغاله هناك، وي وي قلت يعني حاولت بكل الطرق ان انا اقول لهم يعني بعتوا لي انترفيو، ما بعتوليش غير في الاخر، في اخر يعني يوم في السيزون، في اخر يوم في شهر 12 قبل الكريسماس بريك. فهي يعني ساعات ما بتبقاش عندك البريفليج الكافي انك تختار الانترفيوز بتاعتك، بس لو عندك فرصة انك ترتبهم فالافضل انك تخلي الانترفيوهات اللي انا من وجهة نظري الانترفيوهات اللي انت عايزها قوي 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 في النص، لا في الاول ولا في الاخر، لا تجرب فيها ولا تفرهد ولا تبقى وصلت عندها ان انت تعبان ومش قادر ومش نايم وستريس. الموضوع ده فيه ستريس كبير جدا، يعني البروسيس ذات نفسها كلها فيها ستريس كبير جدا، فما تفرهدش نفسك ما تحطش الانترفيوهات المهمة في الاخر لانك هتفرهد في الاخر، ده حقيقي يعني. طيب خصوصا الانترفيوهات بتبدا تعيد نفسها، يعني بتبدا كل انترفيو بتبدا تخش في مونوتوني كده، وبتبدا تحس ان الموضوع بقى مونوتونس بالنسبه لك وانت مش عارف، وبتطلع في اخر انترفيو ها كام انترفيو ده انت مش عارف اصلا انت بتتكلم ايه ولا بتقول ايه، وكنت الاول بتدي تاخد نوتس ومهتم، وفي الاخر بتوصل ان انت يعني كله محصل بعض يعني، خصوصا لو عدد الانترفيوهات بقى كتير. طيب الانترفيوز، وصلنا لمرحله الانترفيوز وهنعمل ايه في الانترفيوز بصفه عامه. طيب الانترفيوز بتنقسم الى 1 2 3 4، يعني 5 اجزاء كده بسرعه تعمل فيهم ايه. فالاول اللبس، تلبس ايه؟ مش انا اللي هقول تلبس ايه، اكيد طبعا هتلبس بدله في الدينر. هلبس بدله؟ لا مش تلبس بدله في الدينر، يعني الدينر ده اللي بيبقى قبل الانترفيو، وللناس اللي ما تعرفوش ان دايما معظم البروجرامز بتعمل عشاء ليك مع النواب بتاعهم قبل الانترفيو بيوم، ليله الانترفيو، بحيث انك يقعدوك مع مع النواب بتوعهم، فتبدا تسالهم والله البروجرام ده بيعمل ايه وبيودي فين والسكن والمعيشه والمدارس للاولاد والاكل والشرب والتعليم والناس تبدا تسال كل اللي انت عايزه. ولكن خد بالك ان برضو ده هو جزء من الانترفيو بتاعك، يعني ما تبقاش على راحتك قوي، ما تقولش حاجه مش مقبوله، ما تبقاش عنصري ولا سكسست جوه الدينر، لان الحاجات دي بتتنقل للبروجرام دايركتور. يعني النواب دولت مهمتهم ان هم زي ما بيجاوبوك انهم ينقلوا انطباعاتهم للبروجرام دايركتور عنك. وانا لما سالت البروجرام دايركتور هنا في ييل وسالته، قلت له انت يعني الدينر بتاعك ده بيحدد قد ايه من الانترفيو؟ فهو قال لي انا شخصيا ما بيحددش نسبه كبيره جدا في الانترفيو ان انا اخد انطباعات النواب عنك، ولكن الحاجه اللي انا ممكن اخد فيها راي النواب هي ان هو مديهم، هنا بيسميها هو مديهم حق الفيتو. ايه حق الفيتو؟ ان هو لو حد من النواب قال انا مش عايز فلان، يعني لو من حد من النواب قال انا مش عايز حاتم، حاتم هيطلع بره الليست حتى لو البروجرام دايركتور مقتنع بيه 1000000%. ليه؟ لان النواب مش هيبقوا مرتاحين في الشغل معاه، فمش هيترنك خلاص، مش هيترنك عندهم في البرنامج، هيطلع بره الرانكينج ليست بدون نقاش. هو قال لي حتى كمان بدون نقاش، بدون ما بسالهم ليه، يعني لو هو قال انا مش عايز حاتم مش هساله ليه، حاتم هيطلع بره الليست على طول. ليه؟ بعدين ممكن اساله. وهو ضرب لي مثل وقال لي ان السنه اللي فاتت في واحد من الابليكانس كان قوي جدا 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 وكان متخرج من هارفارد وبيقدم فيه، وبعدين لما جيت بقول للنواب الاسامي الناس قالوا لي ده لا، 2 نواب، فهو بيقول اوتوماتيكلي شلته من الليسته. وبعدين سالتهم يعني ليه ايه اللي حصل، فقالوا لي والله في الدينر اتكلم مع الويترس يعني بطريقه مش كويسه، زعق فيها او شوح او عمل حاجه يعني مش كويسه، فقالوا لا الشخص ده مش محترم او الشخص ده مش سهل التعامل معاه، طلع بره الليست على طول. فخد بالك ان الدينر هي وسيله اكسكلوجن اكتر ما تكون وسيله انكلوجن. وعلى فكره الانترفيوز بصفه عامه كلها كده، هي اغلبها وسيله اكسكلوجن، لانه وانس ان انت وصلت لمرحله الانترفيوز معظم البرامج اللي هتبعت لك بتبقى عايزاك. انا ما كنتش مصدق الكلام ده،
لحد ما رحت الانترفيوهات ومتشت، او بدات اصدق فعلا ان معظم البرامج، يعني انا كنت بحس ان انا بروح برامج لمجرد الشفقه، او ان هم مثلا بعت لي البرنامج ده مجامله. لا ما بتحصلش، محدش هيبعت لك انترفيو غير وهو عايزك، غير وهو شايفك على ورق تنفع تكون معاه في مجموعه النواب بتوعه. مش هيبعت لك انترفيو كده لمجرد ان هو والله طب ما نشوفه كده، لا لا لا. ولو هو مش شايفك تنفع عنده، لو مين قال له مش هيجيبك. فخد بالك في النقطه دي، ان انت بتروح الانترفيو عشان تستبعد، رقم واحد. هما بيجيبوك عشان يحاولوا يطلعوا منهم بسرعه الناس اللي بيبان عندهم حاجات ريد فلاجز. فخد بالك من النقطه دي قوي، ان الدينر غالبا بتبقى وسيله اكسكلوجن اكتر عند النواب غير الانترفيوز. طيب اللبس في الدينر ما تلبسش، يعني ما تبقاش بقى، يعني ما تبقاش بقى شخص، يعني ما تبقاش فلاح. ما تروحش لابس بدله كامله في الدينر، لا، يعني قميص بنطلون. انا كنت بحب البس بوتايز، او يعني انا ودي حاجه الناس اللي بتقدم على النيورولوجي بصفه عامه، يعني انا لقيتها الناس يعني انا حسن ابو النور صاحبي وصديقي واخويا طبعا، كان هو يعني هو عملها قبلي، وقال لي في وسط الكلام كده انا بقول له، فقال لي على فكره يعني انا في كذا حد سالني على الموضوع ده في الانترفيوز فبيحبوها، وفعلا النيورولوجيست بيحب البوتايز الى حد ما يعني فيهم. فكل ما كل انترفيو كده كان في واحد، ممكن مثلا في بعض الانترفيوهات واحد او اثنين كده يقول لي والله والله حلوه مثلا البوتاي، او عجباني، او شكلها يعني فكره حلوه. فما تبقاش يعني كده قوي، ولا تبقى يعني. انا في مره اضطريت ان انا اروح الدينر، وده كان هنا برضو في ييل، لان كان عندي ميتنج، واضطريت اروح بالبدله. كنت حاسس ان انا يعني شخص غريب جدا، لان الناس كلها كاجوال، وانا لابس بدله كده كامله، وحاسس ان انا يعني جايب الغيط. حتى كذا حد سالني قال لي لابس بدله شيء جميل، يعني ليه بقى لابس بدله؟ ليه لابس بدله؟ فبدات اوضح يا اخوانا، والله انا مش عديم الخبره، ولا عديم ال... ولا ما يعني ولا فلاح للدرجه دي. طبعا احنا كلنا من طنطا، فما فيش ادنى عنصريه في الموضوع. يعني انا اصلا من كب... انا من من ك... والدي الله يرحمه من كفر الزيات، ووالدتي من طنطا. طيب الدينر، اتكلمنا عن الدينر، واتكلمنا على الـ على الـ اه في حاجة مهمة في الدينر، تطلب ايه؟ السؤال ده اتسألته، يعني اطلب ايه في الدينر؟ يعني ما عادي، شوف الناس بتطلب ايه. في بعض البرامج اصلا بتبقى منزلة منيو وانت بتختار منها، يعني فاختار اللي انت عايزه. وفي بعض البرامج بتبقى سايبها لك، فيعني ما تقولش لا انا مش هطلب خالص، لا كل عادي. يعني هو انت اصلا لو ما اكلتش خالص هو هيقول لك ايه يا عم مالك، يعني مش شارك نفسك ليه، او مش يعني، خليك عادي، خليك كاجوال، خليك على طبيعتك. بس في نفس الوقت يعني ما تروحش تطلب جمبري، يعني ما تروحش السي فود تاخد كل السي فود اللي في المطعم وتقول لهم يا جماعه لا لا والله انا جعان، يعني خليك في الطبيعي، في النورمال. الانترفيو الوحيد اللي طلبت فيه سي فود كان البروجرام اللي انا متشت فيه ده. لما رحت هناك، ودي كانت قصه الى حد ما ظريفه، مش عارف كده تفيدكم ولا اصلا هتسمعوها. عموما لو مقضون مني عديها، يعني لو مخنوق وحاسس ان دم تقيل عديها. في حد كنت قاعد في الدينار ده، وانا كنت وصلت في البدري، فاول واحد تقريبا. وبعدين واحده جت، فانت منين؟ فقالت لي انا من كولومبيا. قلت لها البلد؟ فقالت لي لا انا كولومبيا جامعه، كولومبيا يونيفرستي في نيويورك، وده طبعا ايفي ليج. انت ايه اللي جابك معايا يعني، او ايه اللي جابني معاك يعني؟ في حد فينا جاي غلط؟ وبدات ابص للناس فبدات الناس تيجي، لان الابليكانتس التانيين، فده من شيكاغو يونيفرستي، وده من مينيسوتا، وده حسيت ان كلهم امريكان، مفيش ولا واحد فيهم زيي، وانا حسيت ان انا اللي جاي غلط. فقلت اه طيب تمام ماشي كده. وكان عندي الاعتقاد ان انا لا، ده انا الانترفيو ده ما بيعت لي مجامله، يعني انا عشان خاطر البروجرام دايركتور مثلا يعرف الراجل اللي شغال معاه، فاكيد بعت لي مجامله، فبس طبعا عمري ما هترنك. فقلت خلاص بقى، يعني بص انا صرفت بقى فلوس الطيران والاقامه، يلا بقى هاتوا لي بقى اخر حاجه في المنيو عندكم، هاتوا لي كل الجمبري اللي عندكم، هاتوا لي كل السي فود اللي عندكم في المنيو. وفعلا خدت طبق تقريبا ب 48 دولار او ب 50 دولار، وقلت لهم يلا بقى انا هاكل ومش فارق معايا. يعني طبعا دي مش حاجه صح، انا ما طشت في البرنامج، مش بس دي مش حاجه صح. يعني انا كنت جعان وما طلبتوش استخسار خالص، بس يعني قلت بقى لا انا مش ها يعني مش ها يعني لا خلاص بقى، يعني اكل بقى براحتي، وانا بصراحه بحب السي فود، خلاص هاتولي سي فود يعني. والحمد لله ربنا عدى على خير يعني. طيب عندنا موضوع الدينر، نخش في الانترفيوز. ايه قصه الانترفيوز وايه قيمه الانترفيوز؟ زي ما ناس كتير جدا هتقول لك في الانترفيوز، كن على طبيعتك، كن على طبيعتك. كل ما تروح الانترفيو على فكره هتسال النواب في الدينار، كل ما تروح
كل البروجرامز بلا استثناء بلا استثناء ما عدا بروجرام واحد هقول لكم قال لي ايه. كل ما تساله وتقول له ايه بكره عامل ايه في الانترفيوز والانترفيو يقول لك لا 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 ده احنا يا خبر ابيض، ده احنا البروجرام بتاعنا الدايركتور بتاعنا زي العسل، ده احنا الاسوشيت بروجرام دايركتور طيبه جدا، خليك على طبيعتك خليك على طبيعتك خليك على خليك على طبيعتك. وانا نصيحتي خليك على طبيعتك، لو انت طبيعتك كويسه ما تبقاش على طبيعتك لو انت شخص وحش، لو انت شخص يعني ما تبقاش يعني ما تبقاش مثلا على طبيعتك ها ها فتخش بقى تقول نكت مثلا عنصريه، يعني ما تبقاش على طبيعتك. لو انت صوتك عالي وفي بعض البروجرامز في ناس بدأ من يعني من اللغه مثلا متعود ان انت تقول كلام مثلا شتيمه في النص ومش يعني ما تبقاش على طبيعتك كده، يعني لو دي طبيعتك ما تبقاش على طبيعتك. لو انت صوتك عالي وبتزعق وبتشتم وبتهزر يعني دي طبيعتك، ما تبقاش بقى على طبيعتك. يعني خليك هم هيقولوا لك خليك على طبيعتك لان هم عايزين يشوفوا طبيعتك، تمام؟ فيعني فهو عايز يشوفك على طبيعتك، لو طبيعتك وحشه هي قطر ستلاتيل. فخليك على طبيعتك لو طبيعتك كويسه، ولو انت طبيعتك مش كويسه حاول تروضها قبل الانترفيوز. انا حاتم بتكلم بصوت عالي وبتكلم بسرعه، لا يبقى هوطي صوتي اتكلم بالراحه. انا حاتم بضحك وبهزر وبقول نكت كتير، لا انا حاتم هبقى بقول نكت وهبقى فاني بس بالمقدار المعقول. انا حاتم بحد بتكلم بهزر مع اصحابي بنشتم لا مش هتروح تعمل كده في الانترفيوز. طيب تمام، في الانترفيوز بدلتك اللطيفه تخش البروجرام دايركتور. انا كنت عامل معايا حاجه وكنت واخدها برضو من حسن ابو النور، كنت وانا كل انترفيو بروحه بيبقى معايا فايل، ببقى طبعا هو بيتبعت لك حاجه اسمها ايتنري اللي هو بتبقى انت عارف انت رايح هتعمل انترفيو مع كام واحد كام انترفيور. فكنت بعدد الانترفيورز بعمل زي ملف او ظرف لكل واحد فيهم. الظرف ده كان بيبقى فيه نسخه من السي في بتاعي، نسخه من البيرسونال ستيتمنت بتاعي، الببليكيشنز بتاعت اللي انا عاملها، وصوره وبديها له في الاخر وانا ماشي. يعني ببقى ماسكها في ايدي طول الانترفيو وانا قايم، ببقى مثلا رايح انا الانترفيو في المكان ده فيه خمسه انترفيور فبيبقى معايا خمس نسخ خمس اظرف او فولدرز او وات ايفر يعني. وببقى في وانا قايم وانا بسلم عليه بقول له ده this is for you for you to keep it has my personal statement CV my recent publications وصوره ليا عشان بس ساعات انا الانترفيوز اللي تعملها في الاول ممكن توصل في الاخر وينسوك. كنت بحط له صوره وهي الصوره اللي قدمت بيها في ايراس، خد بالك يعني، ودي حاجه بتخليه يفتكرك الى حد ما. انت كل فكرتك في الانترفيوز انك تبقى عايز ستاند اوت بس مش بصوره وحشه، يعني انت عايز تبان بس ما تبانش وحش فتبان حلو. فطبعا هتبان حلو ايه يعني واحد جاي من جامعه طنطا يعني هيبان ايه؟ ما انتش اعلى سكورات وما انتش احسن سي في حصل وما انتش عامل مليون بابليكيشن وما انتش يعني هتبان بايه؟ هتبان ان انت شخص كويس هادي بتكونكت مع الريزنس كويس والريزنس كلهم بيفتكروك وبتكلم مع ده كويس وبتضحك مع ده فبتحس ان انت مقارب للناس كلها وان انت وانت ماشي بتقول له والله العظيم ده انا انترستد جدا في البرنامج بتاعك وان ده لان انا انترستد انا عايزك تقرا ده تاني وانا بديك البابليكيشنز بتاعتي وارجوك لو انت عندك فيدباك عن البابليكيشن او عندك اي ملاحظات ابعت لي على الايميل بتاعي عندك. وطبعا مش هتغلب انك توصل لي ليه لان الايميل بتاعي عندك ومش عارف ايه. فيعني بتسيبها لهم هما بيفتكروك بيها. فانا كنت بعمل ده. تاني ما اعتقدش انها حاجه وحشه انك تعملها، في ناس ما بتعملهاش كتير جدا عادي خالص بس انا شايف انك لو عملتها بتبقى حاجه حلوه. وانا اخدتها عن طريق نصيحه حد ما اتش قبلي ومش الحال، اخدت من حسن البابيونه وموضوع الظرف ده. طيب بعد الانترفيوز بياخدوك غالبا فطور وبيودوك جراند راوند. برضو مش معنى ان انت خلصت الانترفيو بقى انك خلاص ترحرح وتقوم جاي بقى قالع، لا خلي بالك ان التورز دي والجراند راوندز دي الناس بتبقى عينيها عليك. وفي في بعض البرامج البروجرام دايركتور كان قاعد في ظهرنا، احنا كلنا كنا قاعدين في الصف وهو قاعد في ظهرنا بعينه بقى مين اللي بيطلع الموبايل بتاعه. وموضوع الموبايل ده يا جماعه مهم جدا، يعني انا عارف ان انا من الناس اللي الموبايل بتاعي لازق في ايدي، يعني انا ما على طول الموبايل في ايدي ما بسيبوش. وانا داخل الانترفيوز بقفل الموبايل خالص، بقفل يعني في الامه لان هو فعلا طول ما هو مفتوح هطلعه غصب عني من غير ما اخد بالي، فلازم تقفله اقفله خالص. وما كنت معرف اهلي كده ان انا يا جماعه انا داخل الانترفيو انا هقفل الموبايل بتاعي لان هو البروجرام دايركتور بيبقى شايف. انا كنت ساعات بشوف ناس طبعا موبايل كتير قوي، اتس اوكي انك تطلع الموبايل، مش يعني مش هقول لك يعني لا انت داخل امتحان مش داخل امتحان، بس برضو الحاجات الصغيره دي بتبان ان انت شخص مركز وشخص
في التور او بتسمع عند ومهتم بالمحاضره، انت مش كلب علم، انت مش جاي المحاضره الجراند راوند دي عشان خاطر في الانترفيو تتعلم، انت مش هتتعلم دلوقتي، بس انت بتبين له ان انت يعني حتى لو انت قاعد مش شايف مش فاهم ايه اللي بيحصل، مش لازم تقوم بقى يعني تقوم تسال بقى وتجاوب، ما احناش امتحان، بس انت قاعد والله انا حاطط عيني معايا الراجل اللي بيتكلم ده حتى وانا جاي انترفيو، وده معناه ان انا لما هبقى ريزيدنت ان شاء الله هبقى اتكلم بقى واسال بس انا اصلا عندي البدايه ان انا شخص بيركز في اللي بيتقال قدامه. طيب خلصنا الانترفيوز وخلصنا نقطه رقم 7 وعدينا ساعه، وده شيء كويس جدا ان شاء الله، مش هنطول في الفتره اللي جايه دي، بالعكس ده احنا فاضل لنا ربع ساعه بالكتير يعني. طيب بعد ما خلصنا الانترفيوز وخلصنا الانترفيو بتاعتنا وعملنا كل الانترفيو انا وناس كتير جدا، بدانا في وسط السيزون بتبدا تتناقش، والله انا والله انا اتسالت السؤال ده، والله حد قال لي وحاجه فاني ومش عارف ريزيدنت قال كده، فتبدا في وقت بتاخد اكسبيرينس، وده شيء كويس جدا انك تاخد الاكسبيرينس بتاعك من ناس كتير، سواء ناس اكبر منك او سواء ناس معاك، خصوصا الناس لو الناس اللي معاك روحهم حلوه، وانا يعني لا ازكي الناس دي على الله، لكن انا ربنا سبحانه وتعالى رزقني بناس كتير جدا كنت فاكرهم في الاول وحشين، والحمد لله يعني كانت نظرتنا اتغيرت عن بعض لان احنا ما كناش حابين بعض في الاول، بس في الفتره الاخيره يعني بقينا من اعز الاصدقاء. يعني انا كان معايا محمد عماد عفيفي ده من جامعه طنطا برضو ماتش معانا السنه دي نيورولوجي، محمد الفيل من جامعه اسكندريه، محمد الدقمه من جامعه اسكندريه، ومحمد قنديل من جامعه اسكندريه، احنا كنا 5 مصريين بنقدم على نفس التخصص من نفس المكان، واحنا الخمسه فيل، وما كناش حاسين ان في اي نوع من انواع الكومبيتيشن ما بيننا، الحمد لله كان معظم الناس يعني وانا احسبهم كذلك يعني كان روحهم حلوه جدا وبنفيد بعض كتير جدا، وده من الحاجات اللي احنا يعني في عندنا بير تو بير كومبيتيشن، ودي حاجه محموده ان يبقى دايما عندك ما بين الناس يعني ما بين الاصدقاء في منافسه ان احنا كل واحد فينا يبقى احسن، لكن ما فيش اي نوع من انواع الحقد او الغل او بنفيد بعض وبنساعد بعض وبندي بنودي الرانك الليسته بتاعتنا لبعض وبناخد راي بعض، وكانت شيء كويس جدا والله الحمد، خصوصا ان احنا جالنا انترفيوز كتير متشابهه في نفس الاماكن، يعني رحت انا ومحمد الفيل والدقماء وعماد عفيفي في اوكلاهوما، ورحنا احنا الاربعه في يوكون، والثلاثه هم الثلاثه من غيري راحوا في ميزوري كولومبيا، فكان في البرامج كتير جدا يعني احنا كلنا بنروح في اماكن متشابهه يعني، وعماد راح اوكلاهوما الاول وتكلمني لما رجع قال لي ان يعني اداني فكره عن البرنامج بصفه عامه يعني، وده ساعدني لما رحت هناك الصراحه يعني. طيب خلصنا الانترفيوهات وخدنا الاكسبيرينس بتاعتنا، في وسط الانترفيوهات بدانا نتكلم وبدانا نبقى عارفين عندنا خبره اكتر، وبدات مستعد اكتر للاسئله، وهي الاسئله بصفه عامه يعني انا مش هطول كتير جدا في اسئله الانترفيوهات دي لانها ليها مرحله بعدين وانا ما احبش ان انا اضيع فيها وقت كتير قوي، لكن برضه لو حد حابب يسالني بصفه شخصيه تحت امركم في اي وقت، يعني برضه حاجه مهمه جدا يا جماعه، لو حد عنده سؤال في اي وقت بصفه شخصيه يعني ده الاكونت بتاعي هيبقى موجود تحت امركم في اي وقت، احنا وصلنا هنا لان الناس اللي قبلنا ساعدونا، وانا عمري ما هنسى في افضال حسان جمعه ولا حسن ابو النور ولا احمد مرعي ولا الناس اللي ما يعرفونيش، يعني في ناس انا اتعرفت عليهم على الفيسبوك، محمد بسيوني واحمد الشاذلي كل دول مصريين، محمد مدحت من جامعه طنطا، محمد رؤوف، ايمن، كل الناس اللي قبلي اللي ساعدوني من مصر من طنطا ومن غير طنطا، انا عمري ما كنت هبقى في المكان ده غير بمساعده الناس، ودي حاجه مهمه جدا، لازم عجله الخير تفضل تدور، يعني لازم عجله الخير تفضل تدور، فاللي عنده اي سؤال اي نصيحه اي استفسار انا تحت امركم في اي وقت، احنا حاليا قاعدين في البيت فعندنا وقت كتير نتكلم فيه، واسالوني في اي وقت، اعذروني في فرق التوقيت فقط لو 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 لو, لو لو في فروق كبيره في التوقيت، لكن ان شاء الله باذن الله هرد في اقرب فرصه باذن الله رب العالمين. طيب خلصنا الانترفيوز نوصل للمرحله رقم 8 الخطوه الثامنه اللي هي الثانك يو ايميل. طيب انا قلت ان انا مش هقضي وقت كتير جدا اقول لكم الاسئله اللي بتحصل في الانترفيوز، لكن خد بالكم ان الاسئله كلها بتتكرر في كل معظم الاماكن، انا قبل ما اوصل ثانك يو ايميلز انا اسف يعني في معظم الاماكن الاسئله كانت هي في معظم الاماكن كانت الاسئله دايما على البيرسونال ستيتمنت بالنسبه لي، ودايما على الاكسبيرينس بتاعي في معهد القلب، وعن عن ودايما عن الريسيرش عن الريسيرش اكسبيرينس بتاعك لازم الناس يسالوك عليها، ما هيسالك عن ايه؟ هيسالك عنك عن الاكسبيرينس بتاعك، قليل قوي لما حد كان يسالك عن الهوايات،
المكان اللي متشت فيه كان بيسألني عن لعب الكورة. انا كنت بلعب، انا بلعب كورة هنا باستمرار 2 و4 هنا في ييل، فهم هناك بيلعبوا برضو كورة، واتكلمنا شوية في لعب الكورة يعني. بس الغالبية العظمى هيبقى عن عنك، عن شخصيتك، عن حياتك، عن الريسيرش، او على لو انت عامل كلينيكال براكتس في مصر هيسألك عليه، اكيد اكيد هتسأل عليه. انا ما فيش برنامج ما سألنيش على المعهد، على الفترة اللي في معهد القلب ما حصلش يعني، كلهم سألوني فيه. وهيبقى في الاخر بيسألك عن لو انت عندك سؤال، هيقول لك لو انت عندك سؤال ليا تاني. لما كنت بسأل البروجرام دايركتور قبل ما اروح انترفيوز، لو حد سألني انت عندك أسئلة اقول له اه ولا، قال لي اه طبعا محمود، انك تبقى شيء كويس، شيء محمود ان يبقى عندك سؤال، بس في نفس الوقت مش شيء كويس انك جاي يقول لك عندك اسئله تقول له اه ثواني بقى كده، وانت جاي مطلع بقى من جنبك 100 سؤال. ثواني بقى، ده انا تبقى لكم ساعتين بتسالوني، والله ما هسيبكم، هسالكم 100 سؤال. لا مش سؤال واحد، وخلي السؤال ده يعني ايه، بلاش تساله في حاجه هو قايلها يعني، برضه يعني بلاش تساله في حاجه هو قايلها يعني، نسال حاجه جديده. انا دايما كنت بسال في حاجه يعني، دايما كنت بسالها، والله يا جماعه والله ايه موضوع المنتور شيب بتاعكم؟ وده سؤال كويس من وجهه نظري، لانه بيديله فرصه انه يتكلم عن البرنامج، ومفيش برنامج هيقول انا ما عنديش منتور شيب. ما تروحش ما تساله والله اخبار الريسيرش عندكم ايه؟ هقول لك ما بنعملش ريسيرش، شكرا يلا قوم اتفضل يعني. ما تسالوش سؤال تعجزه، اديله برضه فرصه يتكلم عن نفسه ويحس بنفسه. فكنت بساله والله ايه اخبار المنتور شيب، واخبار عندكم عامل ايه؟ فيقول لك اه لا ثواني بقى، ده سؤال. هو بيبدا يحب يتكلم عن نفسه، يقول لك والله ده احنا عندنا منتورز، وعندنا وبناخد بالنا من النواب، ونعمل لهم منتور شيب على طول، وبنكلمهم 1 تو 1 وتبدا يعني. فتبدا تحس ان هو يعني تطلب فرصه، وهو يبدا يقول ايه يعني. دايما الانطباع اللي انت بتقوم منه بتقوم بيه من الانطباع يعني، وانت قايم انطباعه عنك بيبقى بيكمل للاخر، ما مش هيتغير. فشيء كويس جدا ان وانت قايم يكون اخر انطباع ان هو بيتكلم مرتاح معاك. كان في واحد من اصدقائنا الباكستانيين كنت ما بساله يعني، بيقول لي بص هو الانترفيو من الاخر هو البروجرام دايركتور يعني المفروض يحس ان انت شخص ينفع يشرب معاك كوبايه قهوه في مكتبه يعني، يتكلم معاه ما يحسش ان انت شخص يعني اثيل او رخم، وشخص حلو كده يعني يحب ان هو يتكلم معاك. فدي حاجه مهمه جدا في الانترفيو. طيب ثانك يو ايميلز. بعد ما كنا بنروح الانترفيوهات في ناس كتير بتسال اعمل ايه، انا كنت ببعت ثانك يو ايميل، ببعت البروجرام دايركتور، ولو في تشيف ريزيدنت عمل لي انترفيو ببعت لكل الانترفيورز، كل اللي عملوا لي انترفيو بصفه عامه. ولو في تشيف ريزيدنت يعني حد من الريزيدنت الكبار يعني انا اتكلمت معاه وكونكتد معاه في الدينر او في اللانش او بعد الانترفيوهات او في التور، ببعت له وبتقول لهم ان انا والله حضرتكم يوم كويس جدا عندكم، وان انا حبيت اللي انا شفته عندكم، وان البرنامج بتاعكم من البدايه وهو برنامج يعني حلو جدا، وانا فيري انترستد فيه، وده الايميل بتاعي، وان انا يعني حابب يعني لو في اي وقت تواصلتوا معايا انا اكون يعني، لو عندكم اي اسئله او محتاجين اي حاجه انا يعني موجود، وان شاء الله يعني I hope I'm looking forward to working with you soon يعني، اللي هو يعني بس. وده ثانك يو ايميل اللي بتبعته بعد ما بترجع من الانترفيوهات. في ناس بتحب يعني بتقول نبعت كارد، بس انا بصراحه كنت شايفها يعني اولا مكلفه، مش مكلفه قوي يعني، بس يعني بتظهر الايميل ببلاش. اتنين انت مش ضامن انها هتوصل، مش ضامن انها توصل، لما توصل بعد اسبوعين ولا حاجه ممكن يكونوا اصلا نسيوك يعني، ممكن توصل قبل كده بس انت يعني مش وممكن تضيع. انت بقول على ايه يعني، الايميل بتبقى ضامن انه وصل، وفي نفس الوقت سريع يعني، بتبعته في يوميها في ساعتها بيوصل على طول يعني، فاهم؟ ما يعني انا كنت شايف ان الايميلز افضل. ما بعتش ثانك يو ليتر النوت غير اللي مكان واحد وما تشتش فيه. يا فلو تسألوني عن رأيي هقول الايميلز طبعا طبعا احسن بكتير. طيب الرانك ليست، بعد ما وصلنا خلصنا الانترفيوهات بتاعتنا، بنقعد في شهر في اخر واحد في اول اتنين كده، واخر واحد الانترفيوهات بتخلص، وبتقعد شهر اتنين كله تبدأ تفكر في الليست بتاعتك. انا خلصت الانترفيوهات بتاعتي بدري في اول واحد، في 8/1 كان اخر انترفيو جالي، وكان عندي شهرين بقى اقعد افكر فيهم مع نفسي في الليسته، وغيرت الليسته كتير جدا جدا. طول ما انت قاعد بتبدا تغير ولكن انت من جواك يعني، هو دايما يقول لك ايه امشي مع قلبك، ويعني هي حاجه مش
يعني صحيح الى حد ما، اللي هو الحاجه اللي انت بتحبها روح عليها على طول. يعني ما يعني انا في برنامج انت حبيته خلاص، حطه رقم واحد ما تغيروش مهما كان. يعني حبيت المكان، حبيت الناس، حبيت البروجرام دايركتور، حبيت المستشفى، شكلها حلو وشكلها انت شايف ان انت هتتعلم هناك كويس، خلاص روح معاها وما تغيرش رايك. يعني طيب عظيم جدا. الرانك ليست بتختار بناء على ايه؟ زي ما قلنا، واحد بتمشي مع اللي انت حبيته، اتنين بتمشي على البرنامج اللي هتتعلم فيه، تلاتة ودي حاجة مهمة جدا للناس المتجوزين او الناس اللي عندهم اسر بالمدينة، الكوميونتي بصفة عامة، هل ده هل ما هي سيف؟ هل هي غالية؟ هل هي فيها يعني اماكن نخرج ونتفسح؟ هل فيها عائلات اخرى؟ هل مدينة كبيرة؟ هل هي لو مدينة مش كبيرة في جنبها على الأقل مدينة كبيرة؟ المكان اللي أنا بتشتي فيه هي مدينة مش كبيرة ومش صغيرة، ولكن ما بينها ما بين شيكاغو ساعة ونص، فدي مدينة كبيرة يعني جنبك، فتقدر تروح تخرج فيها وتتفسح فيها، خصوصا لو أنت معاك أسرة. سيف، في ناس ما بتحبش مثلا، يعني أنا ما كنتش حابب إن أنا أروح المدن الكبيرة قوي، هي حرية شخصية، كل واحد بيغير الرانك ليست بناء على قناعاته. يعني إحنا زي ما قلت، احنا كأربعة أو خمسة بنقدم، رحنا كل الانترفيوز، في كتير انترفيوز كتير جدا متشابهة، لكن الرينك ليست مختلف. يعني أنا حبيت مكان حطيته فوق، هو نفس المكان اللي صاحبي راحه حطه تحت، هو مش حابه خلاص، يعني هو مش حابب المدينة، مش حابب الناس يعني، فهي ما بتقدرش تتحكم فيها، لكن كل واحد بيختار على قناعاته الشخصية. أنا ما بحبش نيويورك، ما بحبش شيكاغو، أحط أقعد جواها، مش عايز أقعد في فيلادلفيا. يعني أنا مش عايز أقعد. أنا جالي انترفيو من مكان، ناس كتير بتحب المدينة، نيو اورلينز لويزيانا، انا لما رحت هناك حسيت ان هي غالية جدا عليا، وهي بالضعر مفتوح، يعني انا يعني ما حبيتش ان انا ابقى قاعد هناك. ففي ناس بتحب، في ناس تحب تقعد هناك، مش قصدي يعني، هي في ناس انا شايفها كده، في ناس مش شايفاها كده، في ناس شايفها مزار سياحة، وهي مزار سياحة فيها سياح كتير جدا، من افضل المدن اللي الناس بيروحوها، بعيدا عن كاليفورنيا وفلوريدا، كاليفورنيا وفلوريدا، في ناس لويزيانا ناس كتير جدا بتروحها، جوها حلو وشواطئ انا يعني هي الفكره كلها ان انت كل واحد بيختار بناء على قناعاته وبناء على الاريح ليك، فاختار على الاريح ليك، ما تختارش على الاريح للناس. مش هتبقى مبسوط لو انت رحت برنامج الناس كلها بتقول عليه واو، وعشت حياه بائسه لمده 4 سنين، لان هي 4 سنين، 4 سنين هتعيشهم من عمرك في المكان ده، في المدينه دي، مع الناس دول. لو انت رحت برنامج حلو جدا في ييل، في هارفارد، وانت مش حابب اللايف ستايل، يعني مش حابب الناس بتشتغل زي الحمير ومفيش، والناس كلها، لان طبعا هي في كومبيتيشن عاليه جدا، فالناس كلها بتخزوق في بعض، وانت مش حابب يعني، خلاص ما تروحش، ما تروحهاش، مش هيحصل حاجه يعني. فاختار الرانك ليست باللي انت مرتاح له، وقبل ما تفاينلايز الرانك ليست بتاعك، انا بعت البروجرامز التاني قلت لهم يا جماعه انا انترستد في كلهم، بعت لهم كلهم الصراحه. يعني في ناس يقول لك لا ابعت اللي انت انترستد، لا ابعت لي كله، انا بعت للناس كلها بصفه عامه، يعني قلت لهم كل البرامج يا جماعه انا فيري فيري انترستد، وان انا فاكر البرنامج بتاعكم، وانا اتمنى انكم تكونوا فاكريني، وان انا حبيت المكان، وان انا لسه انترستد في المكان، و I'm going to rank you at the top of my list. كلمه عايمه ما تكدبش، ما تقولش رقم واحد، يعني انت مش هتحط رقم واحد عشان برضه ما تبقاش كداب، بس انا قلت ان I'm going to rank you at the top of my list. التوب بقى ده اللي هو 1 2 3 4، يعني في واحد كان بيقول لي قول لهم انت حطيتهم في اول 10، انت جالك 10 اصلا، اقول لهم انت هحطكم في اول 10 انترفيوهات جالي. لان طبعا في ناس كتير من الامريكان بيجي لهم 20 انترفيو، 5، وانا في واحد كان قاعد معايا بيقول انا جالي 28 انترفيو، مش عارف هيروح اصلا 28، يجيب فلوس منين يروح 28 انترفيوز، ويجيب وقت منين يروح 28 انترفيو. بس ما علينا يعني. فاعمل الرانك ليست بناء على ده. بعد ما تعمل الرانك ليست بتسبمت الرانك ليست، هما بيسموا الرانك ليست بتاعهم، وبتستنى. احنا النتيجه بتاعتنا كانت يوم 16، انت طبعا بتبقى 16 مارس، انت بتبقى عارفين طبعا النتيجه دي من قبلها، بتدعي، بتكلم الحاجه، وتكلم الحاج لو هما موجودين ربنا يطولهم في عمرهم يدعوا لك، وتكلم اي حد يدعي لك، وتكلم كل الاديان بقى تبدا تدعي، يعني تبدا تتكلم مثلا اصحابك المسيحيين يدعوا لك، واصحابك المسلمين يدعوا لك، واصحابك اليهود يدعوا، يعني بتبدا تتكلم كل الناس، واصحابك اللي مش تتكلم كل الناس، وتاخد كل الدعوات على قد ما تقدر، اللي هو انت بتبقى عايز يعني فاهمني، وتبدا بالناس اللي بتتفائل بالخشب تروح تمسك الخشب، والناس اللي بتتفائل بالمطر تروح تقف في المطر، ويعني تعمل اي حاجه، ويعني وتشرب وتاكل اللي هم بيتفائلوا بيه عشان خاطر تمتش. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بالمكتوب يعني. واحنا كده تقريبا خلصنا.
فخلينا اقول في النهايه طبعا 3 حاجات مهمين، يعني اي اسئله في اي وقت انا مرحب بيها في اي وقت، بس بلاش تبقى يعني الله يخليكم، بلاش بس تبقى الاسئله هقولها ازاي، بلاش تبقى الاسئله وجوديه، يعني بلاش تسالوني كيف بدا الخلق، انا مش عارف، فانا مش عارف اجاوب كيف بدا الخلق. بلاش تبقى الاسئله يعني طب والله امريكا احسن ولا انجلترا، انا ما رحتش انجلترا فانا مش عارف انجلترا عامله ازاي، امريكا احسن ولا المانيا، والله حقيقي انا ما اعرفش مش يعني مش رخامه، بس انا ما اعرفش انجلترا والمانيا عاملين ازاي. فلو الاسئله يعني تكون في امريكا يكون افضل، لاني هقدر افيد فيها، ده رقم واحد. رقم اتنين، الاسئله اللي في البدايات قوي، ده كان من فتره كبيره جدا، من 4 5 6 سنين 7 سنين، انا بقالي 7 سنين في الطريق ده تقريبا، فيعني اكيد الناس الفريش هيساعدوك اكتر في الامتحانات بصفه عامه، يعني انا ما اعرفش السورسز دلوقتي في المذاكره بقت عامله، يعني في كتب كتير وفي حاجات كتير انا ما كنتش موجوده في الوقت اللي انا بذاكر فيه، ف برضه مش هقدر افيدكم قوي فيها دي. فيما عدا ذلك طبعا تحت امرك في اي حاجه، في الريسيرش، في الانترفيوز، في الماتش بصفه عامه، في الابلكيشنز، في الشادوينج بصفه عامه، انا تحت امرك في اي حاجه في اي وقت، ابعتوا لي وانا ان شاء الله اكون موجود، دي حاجه مهمه جدا. حاجه تانية اللي انا حابب اقولها واللي انا قلتها في الاول، اللي هي لو انت عندك حلم حاول على قد ما تقدر تمشي وراه وتصر عليه. وخليني اقول لكم، انا عمري في حياتي متوقع ان انا ما متش من اول مره، وما كنتش في تخيل في حياتي ان انا ما متش في البروجرام اللي انا متشت فيه، وما كنتش اتخيل ان انا السيزون بتاعي يمشي كده، ولكن هو ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل انسان على قد تعبه. وخليكم واثقين من حاجه واحده، واحد، ان ربنا مش هيضيع تعبك، اتنين، ان اللي قبلك عملوها، فاللي قبلك عملوها انت كمان تقدر تعملها، لو انا عملتها انت تقدر تعملها، وانت تقدر تعمليها بمنتهى البساطة، احنا مش احسن ناس، بالعكس انا يمكن اقل من كل الناس اللي بتسمعني ومن كل الناس اللي معايا، بس ده معناه ان كل الناس اللي موجودين تقدر تعمل ده، محتاج شوية اصرار وشوية مثابرة تقدر تعملها، ولو انا اقدر اعملها انت تقدر تعملها، واحنا مش آلهة، اللي انا بقوله ده يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لو انا اصبت فده شيء كويس الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى، لو اخطأت فارجوك يعني ما تاخدوش الامور على محمل على يعني على محمل الجد قوي، وتاخدوها على صدركم، يعني نخلي يعني الامور بسيطة. امريكا هتقفل في 2023، انا مش عارف هتقفل في 2023 ولا لا، لان يعني مش انا اللي هقفلها، بس انا ما اعرفش حتى الان ان امريكا هتقفل، فامشي بوسعة في الطريق. طب اعمل ايه دلوقتي في وسط الكوفيد 19؟ ذاكر طبعا، عايز اعمل ريسيرش؟ لا ما فيش ريسيرش، ذاكر، خلصت تباتك ولا لا؟ يعني الناس اللي بتكلمني دلوقتي، طب انا بفكر اعمل ريسيرش وشادوينج، يعني انت خلصت الستبس ولا لا؟ لو خلصت الستبس ابدا اتكلم في الريسيرش، نبدا نتكلم في الايه الطرق البديله. طب انت ما خلصتش الستبس، طبعا ذاكر، يعني ذاكر، يعني ذاكر وهات سكور وبعدين نحلها حلات. طب والله السنترز قافله، طب ما انت هتفتح، يعني هتفتح في يوم من الايام، فذاكر لحد ما تفتح. بالنسبه للناس اللي عايزين يبتدوا، طب نبتدي امتى؟ طب يعني ممكن مثلا في اخر سنين الكليه، تانية كليه ما يبتدوش، يعني الناس اللي في تانية ما تبتديش، انا اخويا في تانية كليه في جامعه طنطا، يعني انا خالد عبد الله نصر اخويا في تانية كليه، انا وعمري ما كلمته عن المعادله ولا قلت له ذاكر ولا قلت له حتى فكر يذاكر في المعادله من دلوقتي، لان هو بدري بدري جدا، يعني دلوقتي انت في الكليه، يعني خلي دماغك في الكليه دلوقتي، وفي اخر سنوات الكليه انا بفكر في المعادله، مش هفكر فيها من دلوقتي. بس يعني ده تقريبا الحاجات اللي انا عايز اقولها، لو في حد عنده اي حاجه انا نسيتها يا ريت تكلموني، ممكن نعمل فيديو تاني لو في اسئله بقى، نبدا نجاوب على اسئله سؤال واحد واحد، اعتقد ان ده هتبقى فكره كويسه جدا لو ده يناسب الناس، يعني ممكن نعمل فيديو تاني، انا الفيديو طويل جدا انا اسف، يعني حاولوا تقطعوه وتفرقوه على ايام، يعني ساعه وثلث تقريبا هو، يعني حاولوا تقطعوا الفيديو، ما شاء الله المره الجايه يبقى الفيديو، لو في مره جايه يعني، ولو في ناس حابه يبقى الفيديوهات قليله في الوقت، نبدا نجاوب على الاسئله سؤال سؤال، لو في ناس طلبت اسئله معينه، والله لو فيش ناس طلبت اسئله معينه يبقى ده شيء كويس جدا، والناس كلها عارفه الطريقه عامل ازاي، ودعواتنا ليكم ان شاء الله باذن الله بالتوفيق.
وربنا معاكم ان شاء الله في المذاكره، وربنا معاكم ان شاء الله في الكليه، وربنا معاكم في الطريق ويوفقكم في حلمكم يا رب زينا، وان شاء الله تكونوا في اماكن زينا واحسن مننا، لان انا متاكد ان في ناس كتير جدا تستاهل انها تبقى في المكان ده وتبقى في اماكن احسن من كده بكتير جدا. وما اوتيته على علم على الاطلاق، يعني ما كانش ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبرحمته. قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي انعم، وهو اللي يعني بدعوات الوالد الله يرحمه وبدعوات الوالده هي بس جت كده، يعني مش اكتر ولا اقل، دعوات المحبين. أه